مبینش موبایل سر روز سیست و موبایل تن اسمه این بای بس کن ما بی باب کبیر ایه عشان بایتا کبیر یعنی باب کبیر لیل بایتا بی انواع الباب كبير لان موضوع الجويتر موضوع ايه كبير عشان كده الباب تلاقي حجمه كبير شويه لكن هو الباب مبيناش موضوع ايه سعر بلس اتسيس اتسيس جوجل وشوية بقى ايه لازم الطالب يبقى عارف يعني هو البلان اللي بيخلص ان شاء الله الثايرويد على الدرجه ده البلان الاسر الاولانيه ان شاء الله يخلص فيها السر بروسيس سنجل بويتر نبدا التوكسيك فاهمين الاسر الثانيه اند التوكسيك والانفلاميشن نبدا المريض الاسر الثالثه بقيت الماليجنسي ونلم فاهمين هذا لا هو بلاند الثايرويد تقص على الدرجة السعر بلس اسيست دي كونجينيتال انومالي عشان خاطر افهمها لازم افهم ايه امبريولوجي صح الثايرويد دي جايه منين؟ جايه من حاجه اسمها ثايرو بلس الضغط ده الطريق الطنج بتاعك تعطين التانج بتاعنا كم جزء؟ جزئين حتى لو انت ما تعرفش بس على اسمه. التانج بتاعنا ايه؟ جزئين anterior two thirds و posterior thirds. ده البرانكيال ارش نمره واحد وده البرانكيال ارش نمره اثنين. يلا اسالوني. ايه البرانكيال ارش ده؟ اللي هو الفرنجة الأرش فرق جاي مش فرق صح هو رقبتنا معمولة من الخياشيم عارفين الخياشيم السمكة الإمبليو بتاع السمكة زي الإمبليو بتاع الإنسان بس الإمبليو بتاع السمكة بيقف عند حد معين والإنسان بيكمل الدور عشان كده نظرية التطور بتاع الدارون ان الانسان اصله سمكه وبعدين طلع من البحر بقى بره النادي وبعدين او ممكن نبصر على ان الخالق واحد يعني كل واحد بيبص في منظور هو المهم ان احنا رقبينا دي معموله من التقشيم هو السمكه فيها التقشيم ولا لا؟ رقبه انت عمرك شفت سمكه وهي بتعوم بتعمل كده؟ دي صح فالسمكه فيها تقشيم لكن ما فيهاش ايه؟ رقبه لكن الانسان ايه رقبه لكن ما فيهوش خاشي فاحنا المفروض ان رقبينا معموله من 6 برانكيال ارش ست خاشي بصوا ست خاشيم دول هيحصل لهم ايه؟ نمره سته هيختفي نمرة خمسة هيبقى رودمنتري اسمها حاجة اسمها داكتا سارتريوزس نمرة خمسة ده هيبقى رودمنتري تقريبا آخر خيشوم إيه؟ أربعة أنت فاهم معايا؟ هما كام خيشوم؟ ستة نمرة ستة حصلوا إيه؟ ست إيه؟ نمرة خمسة أصبح رودمنتري يبقى آخر خيشوم إيه؟ أربعة يعني الخيشوم نمرة أربعة ده الأولتيمو برانكال آر الخيشوم نمرة أربعة ده الأولتيمو برانكال آر في سؤال هو يعني إيه برانكال آر؟ يعني خيشوم يعني فارنجال آر برانكال آر يعني فارنجال آر اللي هو الخيشوم أولتيمو باللاتيني يعني إيه؟ الأخير
فنمرة أربعة ده يعتبر إيه؟ والروتين مهم، فأنت صح؟ واضحة؟ بص الطنج بتاعنا
وكأنها نازلة تعمل إيه؟ الثيرويد بتقلق خلاص. وبالتالي الثيرويد فقدت التبعية للطنك. وبالتالي لو حد جاله جويتر مش هتتحرك مع الطنج. يعني خلاص تبعيتها للطنج ايه؟ راحت، هي بتتحرك مع البلع. بس دي ليها علاقه بان الثيرويد جوه البريتراكيل فاشيه، الحماده تاني. في فاشيه في النك اسمها بريتراكيل فاشيه، تتحرك مع البلع، لانها ماسكه في الثيرويد كارتل في البايو بول. يعني ماسكه في تفاحه ادم، ماسكه في تفاحه ادم. طب في مع البلع تفاحه ادم بتتحرك فتشد الايه؟ بريتراكيل فاشيه. ولان الثيرويد جوه البريتراكيل فاشيه هتتحرك مع البلع. طب هنا ولا لا؟ لكن هي مالهاش اكتر. الحدث اللي هيحصل ان الثيرويد يوصل ده وانا مش عارف نتعرف على رقبتنا كده، مش من باب حاجه من هنا. تعرفين تفاحه ادم اسمها ايه؟ محدش يقول لي ادم زي ابن. انا عادي كارتج ده اسمه ايه؟ ثيرويد كارتج، صح؟ ايه اللي في ايدك؟ هيطبل. ايه اللي تحت الثيرويد كارتج؟ الكوين كارتج. بعدين التراكيب تعرفت على رقبتك؟ مش من باب حاجه يعني اعتبرها تحت شعار اعرف نفسي. مش معقول انت تبص على رقبتك في المرايه زي المعقولين التجاره اكيد اللي انت بص كده تقول ده تفاحه ادم. مش معنى دي الستارت بوينت. انا اكتر حاجه برومينت، وبعدين تحط ايدك فيها تقول ايه؟ هيور بون، وتحتيها ريكوايد كارتج، وبعديها تراكي. هيور بون، ثيرويد كارتج، ريكوايد كارتج، تراكي. هنا ولاد قاعد معانا ما اعرفش الكلام ده. مين معاك تانيين؟ وقاعد مش عارف رقبته. ممكن نتكلم بقى مع بعض بالانجليزي دلوقتي. تعرفين السعر بيوصل تحت تيجي تنزل من الطنك؟ تعدي قدام الهيوب بول، الثيرويد كارتريج، تريكويد كارتريج، تراكيا، وتقوم تفور. تقوم عامله ايه؟ الثيرويد. وبعدين يحصل لها ايه؟ ديسنتيجيشن. واضحه؟ طب فضلت موجوده. ما راحتش. يعني مثلا الحته اللي تحت راحت لكن ده كله موجود. هتقوم مجمعة وعامله ايه؟ سيستم. اسمها ايه؟ سار لوسر سيستم. برافو عليك. صار لك ايه؟ سيستم ايه هتتحرك مع الطنج؟ اشمعنى؟ عشان هي ماسكه في الطنج. لان ممكن انا كلينيكال لو مشيت في السيستم كده كلينيكال احس تراك طالع لغايه الطنج. التراك ده كان المفروض يحصل له ايه؟ ديسنتجريشن حصل له. طب هي هتتحرك مع البلد؟ ايوه، ما هي جوه الجويتر كان فاشل كمان. عشان كده اقول لك الجويتر موفز ويز ديجريتيشن، لكن مالهاش دعوه بالبروجن اوف ذا تانك. لكن صار بص السيست موفز ويز ديجريتيشن اند بروجن اوف ذا تانك. فاهمين؟ السؤال الجاي، طب هي هتجمع وتعمل سيست امتى؟ يعني مختلفه شويه، لكن الكومن المعدلات بتاعتها اكتر حاجه 8 سنين، 8 9 سنين تجمع. ممكن شاب ممكن حد كبير، لكن الطب ايه؟ انسيدنس. الطب ايه؟ انسيدنس. اكتر انسيدنس 7 8 سنين. ممكن رير يحصل في شاب، ممكن رير يحصل في حد عجوز، لكن وات از كومن 7 8 سنين. اوكي؟ هيجي العيل عنده سوالينج ان ذا فرونت اوف ذا هيد سيستم موفز ويز ريجليتيشن اند بروتروجن اوف ذا فرونت اوف ذا هيد. طب انا كلينيكال اعرف ازاي ان السوالينج ده سيستم؟ لعل حضرتك ان
بيحصل كده لان السولين ده ايه صغير لو كبير بعمل ايه فلكتويشن لو صغير بعمل باجيت تيست يعني سولين فرونت اوف ذا موفز ويز ديجليتيشن اند بروتروجن اوف ذا تان وكلينيكالي كلينيكالي باجيت تيست بوز كان هذا لا السؤال الجاي طيب هي السيست دي احنا بنبص لها على انها هي على انها درمويد سيست بس ليها تيوبيول فيقولوا عليها تيوبيول درمويد سيست يقولوا ان صار بتوصل سيست دي تيوبيول درمويد سيست اسمعوني يا وساعتك كده قول لي يعني ايه درمويد سيست طيب عشان بس اعرفك ان الانجليزي سهل ان الانجليزي شاطرين في الانجليزي هو الدرمويد سيست دي سيست ايوه ده اسهل حاجه الدرمويد سيست دي سيست ايوه ديرمو اويل يعني ايه اويل شبه ايه؟ جلد ديرمو ولا ديرمولوجي لا لا انا ما اعتقدش ان الطب صعب اعتقد ان في مشاكل نفسيه عندكم بينكم وبين يعني الحواجز دي لو اتكسرت هتلاقي الدنيا سهله قوي وانا بقول لك ديرمويد سيست اللاينج دي سي كانت بتاع حاجه استراتيفايد سكول مصر برافو برافو يا ولاد استراتيفايد سكول مصر شبه كده طيب ديرمويد صح واللي جوه ده ايه؟ متى دونيه ولو خدت الدرمون سيستم ذا اوبن ما ده الدرمون سيستم تراتومي بس الدرمون طب ايه الفرق بينها وبين الدرمويد سيستم اوف ده يعني ليها ايه؟ تيوبيول فيسموها ايه؟ تيوبلو درمون يعني انا مثلا لو قلت لك ان صار بوصل سيست دي تيوبلو درمون سيستم من حقي بقى ان اقول لك ايه مش كهات يعني من حقي اقول لك اللايننج ابيسيريا بتاع الدرمون سيست ايه فانت هتقول لي ايه؟ وانا قايل لك انها تيوبلو درمويد وانت ما عرفش تحل انت في كتير مش طبيعي صح مجنون او في حاجه لكن الضغط نفسها كولامنر لان الضغط اليومين ضيق مش مدي مساحه للاستراتيفيكيشن فالضغط كولامنر لكن السيست استراتيفايد سكويرز الضغط كولامنر لكن السيست استراتيفايد وصار لوصل سيست دي كونجينيتال انوماليز عباره عن ريزيستنت صار لوصل ده تمام فعملت سيستك سويلنج في الناتشرال باس واي بتاعها السيستك سويلنج ده موفز ويز ديجليتيشن اند بروتروجر اوف ذا تان اللاين ابسيليان بتاعها ستراتيفايد سكويماس ابسيليان لانها نوع من الدرمون لكن التراك كولامينر لان التراك ضيق فمش مديني مساحه لستراتيفيكيشن بعرف انها سيستم سويرنج في الميد لاين اوف ذا نيك تيست كلينيكال اسمه باجيت تيست وبعدين ممكن احس التراك ماشي من السيستم فوق رايح لغايه الطن كل ده وكده في رحلتها من الطنج لغايه تحت هتعدي على الهايبو دي اكتر انتميت ريليشن للضغط يعني هي علاقتها بالهايبو بتبقى قويه جدا ساعات تبقى قدام الهايبو ورا الهايبو لازقه في الهايبو لازقه في الهايبو جامد لدرجه ان احنا لما بنيجي نشيلها سيرجيكال نشيل الانتيريور بارت اوف هيل بون ده سنترال بارت ده بيتشال لان هي لازقه فيه جامد قوي تمام وده السبب ان ساعات اقول لك ان السار بلس السيست سوبرا هايويد او انفرا هايويد انت عارفين فلسفه التقسيم يا جدع احنا بنقسم الحاجه لتسهيل وظيفه يعني احنا بنقسم حاجه لتسهيل وظيفه يعني مثلا
انا ممكن اقول لك قسم لي الطلبه تبع دول، اقول لي في طلبه بيت قوي وفي عيال سماره وفي نجم، فانا اقول لك انا هاخد العيال البيضه قوي دي احطها عند التلج زي ما في الشمس، ولو هما نسبة هيجي لهم سرطانات في الجلد. العيال السماره نحطهم على خط البحر الابيض المتوسط كده، والنجرز نحطهم فين؟ عند خط الاستواء، لان دول اللي ممكن يتحملوا الشمس من غير سكين مالية. فبالتالي انت فهمت انا قسمت ازاي وليه. ممكن يقول لك الطلبه مثلا قسمهم لي تبع ذكائهم، فتمسك نفس الطلبه تقسمهم لناس انتليجنت قوي وناس في الاخر قاعدين ورا. طب مين يعمل؟ مش يعني مقصود ورا يعني. اشمعنى؟ انا بعمل بحث علمي وعايز العيال اللي هم الجامدين قوي دول اللي بيعرفوا يقروا نحطهم هنا، والعيال بقى اللي هي هتقعد في الوحده الصحيه عند البقره والكابوسه يروحوا بقى ايه هناك، فاهمين هذا ولا لا؟ فانت بتفهم ليه بنعمل لك تقديرات، يعني ليه بنعمل استراتيجيه للطلبه وتقديرهم. فاهمين؟ يعني دايما التقسيمه على اساس ايه؟ وليه؟ يعني دايما التقسيمه على اساس ايه؟ وليه؟ فاهمين الفكره؟ فمثلا لما اقول لك انا قسمت السر نص السيست لسوبرا هايويد وانفرا هايويد، انت هتسالني سؤال، مش معنى الهايويد اللي انت قسمت عليها اصلها اكبر علاقه قويه مع سر رصدك الهايويد لانها لازقه فيها تحت، لازقه فيها ايه؟ تحت، فدي اقوى علاقه ولذلك قسمنا على الهايويد. السؤال الجاي، طب هي عاده سوبرا هايويد ولا انفرا هايويد؟ الاجابه انفرا هايويد. يعني لو شفتها دايما هتبقى سوبرا هايويد ولا انفرا هايويد؟ الاجابه ايه؟ انفرا هايويد. السؤال الجاي، طيب انفرا هايويد ده السيركات، السيركات اللي ليها بوز كده، يعني هي بتقطع البوز؟ ممكن تروح يمين سنه، ممكن تروح ايه؟ شمال سنه عشان خاطر الهايويد السيركات ما تعرفش تقف على البوزه بتاعت السيروك كارتر، واحنا بنقول هي بتعمل كده بتعمل كده، بس هي بتروح شمال اكتر يعني. يعني هي غالبا بتبقى شمال الايبس ده، مش شمال كبيهيفير، شمال كايه؟ كاناتومي، شمال كايه؟ بس هي ستيل في الميد لاين اوف ذا نيك. يعني نقدر نعتبر السار بلس السيست ايه؟ شمال. نقدر نعتبرها ايه؟ شمال حدش من رد شمال كايه؟ كاناتومي. برافو عليك، هو حدث شمال كاناتومي، فاهمين هذا لا؟ عشان ما بتعرفش تقف على البوزه، ما بتعرفش تقف تشمل سنه، لكن هي طبعا في الميد لاين سنه، ما حدش يقدر يقول حاجه تاني. قال رد نقول ان السعر بلس السيست في الجينيتال انومال صح؟ عباره عن بيرزيستنت سعر بلس البلد، وهي ممكن تبقى سوبرا هايويد ممكن تبقى انفرا هايويد. التايب اوف بيشنت عادة واحد عنده 8 سنين ده عم بيشتكي من سيستيك سويرنج ان ذا ميد لاين اوف ذا نيك، ممكن يبقى سوبرا هايويد وممكن يبقى انفرا هايويد. العادي ان هو انفرا هايويد، وممكن عند السن بتاع سيروكارد تبقى رايحه ايه؟ شمال سن. بعرف ازاي انها سيستيك كلينيكالي؟ باجي تيست. طب انا ليه ممكن اخد تريس كده ايه التراك لغايه الايه؟ تحتيها بتبقى راحه، لكن الجزء اللي في ايه بالسيستم. السؤال الجاي، وانت عامل دوشه ليه؟ اعترف ما اعرفش حاجه خالص، عمال تشرح له البيولوجي بتاع السيرويد، تشرح له صار البوست سيستم، ما تسيبه. ايه رايك؟ هو الدكتور خالد قال لكم لو في سيستم كوبر كبيره مش كده؟ انا هقول لكم قال لكم بنشيلها وبنطير وكمبيوتر. طيب سألتوا سؤال؟ ايه كومبليكيشن؟ كومبليكيشن بتاع اي سيست هيمورج رابشر انفكشن بريشر كاسيفيكيشن تورشر لو ليه بنت. قلبه قلت له ايه؟ قال لك على فكره انا ده عيب عليكم. الطرحين البصري.
ده اي سيست كده هيموريدج رابشر انفكشن بريشر كالسيفيكيشن. فانت قلت له معايا بلا العيب بين الباثولوجي قال له طب خلي بالك انت لما تقول لي كوفليكيشن كده هسالك ايه الكوفليكيشن؟ فانت هتقول لي مثلا التورشر. فانا هشرح بنفس الطريقه، ما انا هشرح ازاي؟ اقول لك سر بص السيست انت تحب تشيلها. تشيلها ليه؟ هتقول لي كومبليكيشن، انا اسالك ايه كومبليكيشن؟ انت هتقول لي هيمورج رابشر انفكشن بريشر كالسيفيكيشن. اما انا اسالك ايه الكومنس كومبليكيشن؟ تقوم انت قايل لي انفكشن، لان الحته دي فيري ريتش الليمف فيسل. فاهمين؟ شايفين الجراحه سهله ازاي؟ او مش جراحه الطب بصفه عامه، يعني ما ينفعش يقول لك تعالي ازاي؟ تقول لي اغسلها اغسل ابوها. اغسلها ليه؟ ايه مش مرض؟ الخلاوي ده لما ليك بتقول لي اشيلها في الفيرو كومبليكيشن، اقول لك ايه كومبليكيشن؟ فريق بتكلمني بسلاسه، مش عمال تبص في السقف. سيست اي سيست هيمورج رابشر فيكشن بريشر كذا. بس انت بقى قلت لي كلام كتير ما فيهوش الموست كومن. او مشاعري تتحرك على ايه؟ على الموست كومن. انا سالك ايه الموست كومن؟ فانت تقول لي الانفكشن طبعا، لانها في منطقه مليانه لمفاتكس. فاي انفكشن في البق ولا حاجه ممكن يعملها انفكشن عن طريق الليمف فيسل. فاكرين شارع الدم؟ شارع الليمف. فالميكروب هيمشي في شارع ايه؟ الليمف. ويعمل وقرات فهمنا؟ اذا نحب نشيل، نحب نشيل يعني ايه؟ اللي هي اكتر حاجه ايه؟ طب تحب تشيلها بالضبط؟ يعني تحب تشيلها بالترنك؟ بس انت لو شلتها وسبت حته ترنك طب تحب وانت بتشيلها هي والترنك تشيل الانتيرو بارت اوف بول؟ لا بيه. هي لازقه ايه؟ لازم اشيلها. طب طلب الطلبات ايه؟ خايف انت تشيل انت بارت اوف هير بول يا لهوي وده خطر انت مالك؟ انت مالك؟ هي مش خطر ولا بتشيلها؟ فانت وانا بقول لك شيلها هنا لا احنا بنشيل السيست والدراما والانتيرو بارت اوف هير بول. ولحسن الحظ الخواجه اللي وصف العمليه دي اسمه سيست رانج مش اسمه سيست ترانك. سيس كراجل ترانك ترانك بس ايه؟ بس سيس. فاهمين يا رب؟ اسمها سيست ترانك اوبريشن. اسمها سيست ترانك اوبريشن. بيشيل السيست والترانك والانتيريور بارت اوف هايبر. فاهمين يا رب؟ لا. السؤال الجاي. عارفين ساعات نوصل لغايه القلب؟ معرفش اميز السار الرصه الضغط من البنك البنك تيشو. فبنشيل ويتش كده انا بشيل لوكشه من البنك هي بتبقى موجوده كده واضحه. تعالوا نشوف كده نوعين من التكتل. الدكتور جات له حاله سار الرصه سيستم كده استغرب لا ليه؟ ده كومنست كومبليكيشن من الغلطات العيان. اشمعنى؟ هو اللي قاعد مستني حصل انفكشن. انت عرفت منين انفكتد؟ من الهه الفيروس. الهه الفيروس. الدكتور فيصل وراك تاني وراك صوره الالهه عملوا له صوره. ما تخلص يلا. يعني مش معقول كل مره اقول لك تعرف منين انا ملتهبه. الات التبادل هي ايه؟ تقط وهوت وتندر وسوولن. السؤال الجاي طيب انا اعمل لها ايه دلوقتي؟ واحد دي بقى تورات اعمل ايه؟ افتحها. افتحها ولا اشيلها؟ لا يا حبيبي التورات بنفتحها. انا ما اقدرش اسلك وجود سيفير انفكشن. سيفير انفكشن سيفير بريدنج. الجرانيليشن تيشو. سيفير انفكشن سيفير بليدنج وافتح بلينز للميكروب الباس درينج بس وانتي بيوتيك هتنتهي البيفست.
ليه الفاكهه مش هتقلل؟ لان الحته دي بالسيريالايز ولانها بالسيريالايز دي مش هتقفل، دي مش رؤل، دي بالسيريالايز دي كده اهو. عارفين خرم الود؟ لما نيجي نخرم الود بن لو ما حطيتش حلق هيحصل له ايه؟ هيقفل الرؤل. طب لو حطيت الحلق شويه بيبقى بالسيريالايز مش هيقفل، دي مش هتقفل. دي زي البالونه اللي فقعت لان ليها بواب اللي احنا بنعملها زقزوق عارفينه؟ هنا واقفه دي زي البالونه اللي فقعت فليها بواقي اللي احنا بنعملها زقزوقه مش هتقلب وهتقلب بالسعر بنصها بايه؟ سيسترم. هبقى اشيلها بعدين اعملها سيسترم يعني تعمل العين عمليتين. طب انا مين؟ هو لو كان جالي وهي مش انفكتد كنت عملت له سيسترم. هو اللي صبر لغايه ما بقت ايه؟ انفكتد خلاص. فانا اعمل له عمليتين، أول عملية درينج، تاني عملية سيسترام. وسيسترام إمتى؟ بعد ما الإنفكشن سبسايد. وسيسترام إمتى؟ لا بعد ما الإنفكشن سبسايد. فاهمين؟ أو حاجة تانية، هو أنتوا كلكم هناك بتبقوا شاطرين؟ يعني كست تعلمني دول إن ربنا خلق الأمير والغفير. كان مين يركب الحمير؟ فاهماني؟ لازم حد هيتكلم يكتب، لا القواعد كده دايما. ففي طالب يقرا الموضوع قال له ان السار جلوسال سيست بيرسيستنت سار جلوسال ده، قال له ما اعرفهاش. بعدين قعد يقرا كلام كده قال لك سيبك من الجلوسال. راح ده فحد جاله كالكوع كده في رقبته في رقبته. فقال له دي كالكوع، دي كالكوع. فالراجل قال له حضرتك هتعمل ايه فيها؟ قالوا كالكوعة كالكوعكتم بس هو مش عارف ايه دي شكلها ايه؟ كالكوعة شكلها ايه؟ كالكوعة وعلاجها ايه؟ تفتكروا ده ولاد حياة سيسترام؟ ده مش عارف حفاظ ده هيرش بيه ويحاول يشيلها في حاجة فرقعة وتطلع سيبك كده يقول الحمد لله الفراج اللي كان عندك احنا فتحناه مع انه لا ريب ولا بط ولا طن احنا فتحناه وهعصره لك اهو هعصره لك خالص اهو يوم يقلب من سار بلوس السيست لسار بلوس الفيست لكن مفيش حد هيكون السار بلوس الفيست ده نيفر كونجنت نيفر كونجنت لازم اقوى يا ابسس وانفتح فاهمين يا ولاد يا ابسس وانفتح يا دكتور جاهل وفتحها وهو ما يعرفش دي يعني قال دي شيكوما وفتحها. فاهمين هذا لا؟ لكن السير بلس الفيستلا نيفر كونجينيتال لازم اكوار. اللي كونجينيتال السيست. يعني الواحد بيتولد وبعدين السيست موجوده بس بيتجمع. لكن الفيستلا اكوار لازم. يا ولد. هو انا لو قلت لحد يقول لي ايه الامبريولوجي بتاع الثيرويد؟ هيقول لي ايه؟ is قنبل مكتوب بريولوجيكال رود من هم سهل بروسال ده والتيمو برانكل ايه بودي. طب انا دلوقتي موضوعي بيتكلم على ايه؟ سهل بروسال ده صح؟ سهل بروسال ده المفروض ديسنتجريت لا هي بريزيست فقدت الى وجود سيست. السيست دي بنبص لها في الباثولوجي على انها ديوبلو ديرمويد سيست. علاقتها بالهايود بور قويه جدا بتبقى لازقه في الانتير بارت اوف هايود بور. ساعات تبقى سوبر هايود ساعات تبقى انفرا هايود. كلينيكالي هو عيل عنده 7-8 سنين عنده سيست سوينج ان ذا فرونت اوف ذا نيك موفز ويز ديفيكيشن اند انتروجن اوف ذا فرونت. بنحس تراك من السيست لغايه الفرونت. معلش ولاد هو عايز اسال سؤال مش قادر اسال حياتي. هو لما يبلع هتتحرك من فوق لتحت ولا فروم سايد تو سايد؟ فوق لتحت. دي سهله صح؟ يعني فوق لتحت. لكن لو ما بلعش لو ما بيبلعش اتحرك فروم سايد تو سايد.
لانها ماسكه على لونجيتيودنال ايه استراكشر في القاعده الرئاسيه الكريمي بتاعها القاعده الرئاسيه لما يكون لونجيتيودنال استراكشر عليه سوليد بيتحرك احراس مش الوم جميل يعني لو رئاسه حكاها سوليد يعني السوليد ده هيتحرك مع الرئاسه يتحرك ازاي اكروس مفيش الوم هنا ولا لا فدي قاعده علميه اسمها قاعده ايه الرئاسه لو في لونجيتيودنال ستراكشر عليه سوليد يتحرك اكروس مش الونج يعني دي بتتحرك الونج مع البلع او دي عشان بتتشد رقصه بيشدوها لكن الرقصه لو كده تتحرك ايه اكروس من غير بلع تتحرك اكروس فاهمين الفرق؟ هو لو واحد بيضرب على التشيلو في التشيلو اللي هو الكمانجه الكبيره يضرب ازاي على الوتر؟ كده اكروس الوتر فضل يضرب كده يبقى ايه؟ يبقى صعب الطرف عليه لو واحد بيضرب على العود يضرب ازاي؟ كده لا او طرف العرض بيضرب اكروس فضل هيك حد بيضرب على العود كده يبقى ايه؟ صعب يعني فرقه موسيقيه كامله بتشرح لك قاعده الرقاصه يعني الرقاصه بتاخد كله يعني الاستراكشر كده تتحرك كده الاستراكشر كده تتحرك كده والله ولي التوفيق ودي حاجه عاديه اللي بيغلط فيها مش طبيعي وهنرجع ناخدها تاني في الكلينيكال فاهمين؟ طيب من تاني موضوع السيربلوسال سيست والسيربلوسال فيست الاسهل خلاص هو مفهوم صح؟ ممكن نكتبه وممكن نحل عليه مشكلات كمان هتقولنا بقى كويس سيبك انا عادي اللي فوق السيرويد مش مرتاح انا عادي انا بعمل هتقولنا كويس يلا يا هو انت نفسك تعرف ايه؟ يعني ايه جوينتر؟ الجوينتر يعني اللارج ثايرويد جلاند اي اللارج ثايرويد جلاند اسمه جوينتر انت عندك جوينتر يا ابني؟ عندك جوينتر؟ عندك ثايرويد جلاند؟ مين بيجاوب بسلاسة بزاد؟ هو الثايرويد جلاند از ديزيز؟ لا لما تكبر اسمع ايه؟ جويتر هو جويتر اي لارج ثايرويد جلاند اسمه جويتر طب ليه ما سموهاش مشمش؟ ليه ما سموهاش مشمش؟ سموها جويتر يقول لك اصل الناس في اليونان زمان كانوا جويتر دي مور كومن بنسبه 9 ل 1 يعني احنا خدنا باب البريست مور كومن ان فيميلز بنسبه 99% هناخد دلوقتي باب الثايرويد مور كومن ان فيميلز يعني احنا حاطين على مين؟ على الفيميلز دلوقتي فاهمين يا رب؟ باب الجويتر ده مور كومن ان فيميلز بنسبه 9 ل 1 ساعات اليونانيين وهم قاعدين كده بيلاقوا حرمه ليها لبلوب كده ليها عندها كركوع يعني فكان الراجل اليوناني انت عايز حد طالب في حد يا رب طالب منها حاجه؟ فكان الراجل اليوناني لما يلاقي واحدة عندها كركوع كده يقول اوه يعني ايه؟ يا لهوتي اوه يعني يا لهوتي الاسكندرية اوه جتر يعني زور جتر يعني زور لو جتر فكان جنبه واحد انجليزي يتعلم منه فكتب فركب الحصان بتاعه وراح انجلترا على بال ما راح انجلترا نسي هو ده وارد عشان ساعات اشرح حاجه وبعدين اعمل هو على بال ما خد الحصان وراح انجلترا نسي فافتكر بدل جوتر جويتر فراح كاتبها ايه؟ فقال لك جوتر دي تحريف كلمه في اللاتيني اللي هي جتر يعني زور حلو قوي انا دلوقتي عندي حرمه هنا دي عندها ايه؟ جول يا كتر دي قد يكون نيوبلازمي ورم نيو يعني ايه؟
جديد وترك ما بتجوزوش ده قلة ثقة في النفس ولا قلة إيمان بالله؟ يعني ايه؟ جديد بلازم بروتو بلازم اللي هو نمو جديد نمو جديد فهو ده نيو بلازم فاهماني؟ يعني النيو بلازم ده بناين مالجنان وأي قد يكون التهابات الفلاميشن يلا رجع نوع الفلاميشن أكيوت والكروني إن شاء الله في ناس تقول لك في أكيوت في صعب أكيوت في الكروني أكيوت والكروني دي تقسيم إيه؟ أونسي تكلموا مع الناس كده حرية غير خوف واحنا بنعذب أولاد لكم مثلا كلام كبير على مستواكم أكيد الكرونيك دي تقسيمة إيه؟ قال لي واحد قال لك إيه أنواع الالتهاب؟ بصيت له كده إيه أنواع الالتهابات؟ طب أنا نجحت ليه؟ قول لي سبب الالتهاب. يعني في أكيوت في صف أكيوت في كرونيك كله تمام. قد يكون توكسيك. توكسيك جويتر. وبعدين يا ولاد فوجئنا ان في عيانين عندها جويتا هنا لا لا هما نيوبلازم ولا انفلاميشن ولا هايبر فانكشن فاحنا عاملين لهم مجموعه كده وسميناها سيمبل وكان السيمبل جويتر الدايجنوزيس بتاعها بالاكسكلوجن لما الاقي واحدة عندها جويتر بحاول اشوف فيها نيوبلازم طلعت مش نيوبلازم اشوفها مالجنان طلعت مش مالجنان اشوفها توكسيك طلعت مش توكسيك خلاص هي دي سمبل الدايجنوز اوف سمبل جويتر بايه؟ من اكس دي صعبة لا؟ السؤال الجاي طب يبقى المفروض ان انا ادرس الجويتر كده نيوبلازم وبعدين انفلاميشن وبعدين توكسيك وبعدين سمبل لا احنا بندرسها سيمبل وبعدين توكسيك وبعدين فلاميشا وبعدين بلاز اشمعنى الطب انسيدنس معظم الحالات سيمبل فانا كتكست بس بدرس السيمبل جويتر اشمعنى الطب انسيدنس فاهمين هذا لا فرجع وانا ايه اللي خلاني اقول ان الولايه دي عندها جويتر دلوقتي اولاد لفظ سيمبل ماشي يا جدع بتاع ده دي الماركر على الابوس الماركر طبيعي اذا ما تساحى ليه؟ اه يعني هو هيروح تتبلش؟ وايد؟ هتطلعي فوق بس هساعم طهرايس وكل حاجة بس موضوع ال الوحيد اللي اتحط عليه فانش وما تبص
شايف ان العروسه بصراحه ربنا جامده. انت عارفه لو ما طلعش انا حاجه اقول ماشي ماشي. اه العرايس ولاد دول لا بسم الله ما شاء الله عليهم بيبقوا عارفين كل حاجه. ودي حاجه انا متاكد منها. وحتى لو مش عارفه حاجه ولا تعلم بسرعه الدكتوره تعلم بسرعه لان فاضي ازيك سنه ما احب يتجوز بيتجوز ايه الدكتوره لان فاضي وانا بعمل كل اللي اقدر عليه اهو ما اقدرش اعمل حاجه تاني. دلوقتي يا ولاد احنا وصلنا لسيمبل بوي. يا ولاد هو ليه احنا قلنا عندها بوي؟ ليه قلت سيمبل؟ عشان اخدت هيستوري عملت اكزامينيشن لقيت لا نيوبلازم ولا توكسيك ولا انفلاماتري فبقت بالاكسكلوجن ايه؟ سيمبل. هو ده موضوع موضوع النهارده السيمبل بوينت. صار الجاي طب انا عايز اقسم السيمبل بوينت بص هقسم تقسيمه غريبه. هو بوينتر ده سويلت هقسمه على سطح السويلت الى سيمبل ديفيوز وسيمبل نودل. و مين اللي ديفيوز ونودل؟ السيرفس. السيرفس بتاعكم؟ السيرفس بتاع الثيرويد؟ لا ما بقاش في ثيرويد يبقى في بوينت. شوفوا نسي حتى هو قاعد نسي الكلام اللي قاله قبل كده. يعني انا بقسمها ديفيوز ونودل او نودل ده السيرفس بتاع ايه؟ بتاع الثيرويد صح؟ بتاع الكويتر حرام قريب بتاع الثيرويد. لا اسمها جوي اسمها جوي. لا انا اقعد كتير كده اللي ورايا جوي جوي ما بقاش في ثيرويد بقى في جوي. خلاص ما حدش يجيب عليه حالة لوم 70 درجة يعني لازم تتعلم عليه عشان يديك 70 درجة تمام. فلو لقى عبيط ده يمكن يديك 70 درجة. وانا هقسمها ديفيوز ونودل تبع السيرفس بتاع ايه؟ بتاع الكويتر. يعني انت راجل متعلم اسالني انت قسمتها كده ليه؟ يعني ليه قسمتها على سطح الكويتر؟ عشان علاج. سيمبل ديفيوز كويتر ده علاج كوميدي والسيمبل نودل كويتر ده علاج سيرجي. بص كده سيمبل ديفيوز جويتر ده علاجه ميديكال سيمبل نودر جويتر ده علاجه سيرجي. قوم يلا ارتاح لي قوم ارتاح لي ده سألني سؤال دلوقتي. لو انت بتشرح الديفيوز ليه؟ لما هو علاجه ميديكال تشرحه ليه؟ هفاجئك دلوقتي هقول لك ايه؟ انه بري ديسبوزنج فاكتور للنوبيول. فاحنا بناخد الديفيوز لانه بري ديسبوزنج فاكتور لايه؟ للنودل اللي هو علاجه سيرجيكال. وبالتالي انا بشرح لك السيمبل بوينتر ايه ديفيوز هو النودل. تعالوا ناخد بيزكس. هو الفوليكل بتاع الثيرويد الابيسيليم بتاعها نوع ايه؟ اه معلش هنزل تاني مش قلة ثقة مش قلة ثقة. هو الثيرويد فيها اسيناي ودكس طبعا لا الثيرويد فيها اسيناي بس لانها الاوبراين مش اكسوكراين اللي فيه اسيناي ده مش البنكرياس. اي اكسوكراين ده الله يخرب مش البنكرياس. اي اكسوكراين جراند فيه ضغط واي اندوكراين جراند ما فيهوش ضغط. انتوا سنه اولى عديتوا منها بسرعه سنه اولى. يعني الثيرويد ده ولاد اسيناي ولا اسيناي ضغط؟ ليه؟ رايت اب بريست السيناريو ده ايه؟ مش معقول تكتشف كل ده في سنه سته مش عيب حتى يعني انت كبير ده في ابنك دخل مدرسه لا مش عارف دخل كل الطب طلع من فندق دخل كل الطب قعد يسالك فلقى بابا مش عارف حاجه خالص
زادت والاستروما زادت حجم الجلام دي هيزيد ده طبيعي يعني تي سي اتش لو زاد قوي يكبر حجم الجلام ويخليها اوفر ايه اكتف فاهمين انا هعمل لك سربرايز هو الغده دي كبرت ليه عشان تي سي اتش زاد ام ايه ام الاستروما زادت بالفاسكولاريتي والبارينكيما زادت بالهايبربليزيا والهايبرتروفي بجمع المعلومات على بعض الغده زادت. طب الكولويد جوه الفوليكل كتير ولا لا؟ قليل. ليه قليل؟ عشان السحب عالي. هو التصنيع كتير بس السحب عالي. يعني ممكن مثلا حد بابا يديله مصروف كبير. بس دايما مفلس لان السحب ايه عادي فاهمين الفكره سحب عادي فمش كله فده ما يزعلكش في حاجه هو ايه الامراض ان تي اس اتش عالي يا
نور البومين بشمعة يقفلوا عيال. قول يالا الكلام اللي انا قلت. الأمارة ان دي ستش عيال. الاستروما زادت والفاسكولاريتي زادت وفايبربليزيا في الابسيليا. فده خلى حجم الجلاند يكبر وتبقى الجلاند اوفر اكتف. اوفر اكتف. فاهمين على رأيك؟ وليه الكولويد قليل؟ سحب عادي. خافضوا الدي اس اتش قليل. يقوم الخلايا تبقى فلاتن تقريبا. والكولويد كتير قوي مفيش سحب. والفاسكولاريتي ايه؟ قليل. دي اس اتش متوسط خير الامور الوسط اللي احنا بنقول عليه النورمال. واضحة؟ أنا عايز أعرف في مشكلة في الـ TSH بيلعب على الاستروما والبارنتوما؟ مفيش صح؟ في حد مش فاهمني؟ خلاص يبقى أنت برنت. أنا ممكن أشرح لك كلام بقى تقبله بسهولة. تعرفين السيمبل ديفيز جويتر ده؟ أول نوع منه اسمه إنديميك جويتر. تاني نوع اسمه فيسيولوجيكال جويتر. تالت نوع اسمه سبوراديك جولتر. رابع يوم نوع اسمه كولويد جولتر. خامس نوع اسمه كونجينيتال جولتر. مين اسهل واحد عليكم؟ كونجينيتال. ليه؟ عشان ايه؟ بقول له مين اسهل نوع عليك؟ قال لي كونجينيتال. قلت له ايه؟ قال لي معرفش. وبرضه الراجل ده يعني انا لو طالب بساله مش هتطور. فلقيت اداره الحوار معاه بالطريقه دي. بقول له اديله درجه ليه؟ طمع من خرج. في مصر اولاد فيها مشاكل. عارف المفروض يرد يقول لي ايه؟ قال لي كونجينيتال ده عشان خدناه في الاطفال. قال لي كونجينيتال جويتر دي جدع يا حبيبي شاطر. قال لي خدناه في الاطفال عشان كده سهل عليا وانا نجحت في الاطفال. وجبت ايه في الاطفال؟ امتياز او جاب امتياز في الاطفال. فبالتالي انا هساله اقول له خدت ايه في الاطفال كونجينيتال جويتر؟ يا ولا بتتخيلوا بيقولوا مش فاكر؟ قطعوه قطعوه يلا. مش حد بيقطع؟ يعني بتوع الاطباق كانوا يقولوا لكم ان في انزيم اسمه بيروكسيديز. هو انا ممكن اقول لكم ان الانديميك جولتر دي ان اليود قليل في الارض. فلما اليود يبقى قليل في الارض تصنيع الثيروكسين ايه؟ يقل شويه. وال تي اس اتش ايه؟ يعلى شويه. طب حجم الجلاند ايه؟ واقوم داخل على حاجه دي انزيمات اولاد ديفيشن. ولان الانزيمات ديفيشن بتاعت التصنيع من الثيروكسين ايه؟ يقل. وال تي اس اتش يعلى حجم الجلاند يكبر. وخلص الديفيوز جولتر ده انه طيب. انا عفري. هو لو انت عايز تتعلم دي قصه ثانيه تاخد وقت شويه وتطفحلي الدم. بس في الاخر اخرج انسان مختلف عن الحيوان. لو حافظ كلمتين وسخين ما لهمش اي لازمه. انت دلوقتي لما بتيجي تاكل يود حد فيكم يعرف سورس اليود مشهور قوي؟ السمك. عارف الملح ده؟ ده البحر. فاشهر مصدر لليود السمك. صح ولا لا؟ عارفين اليود اللي بناخده في الاكل ده اسمه ايودين. ده ما بيمتصش. لازم يختزل الى ايودايد. ويمتص في الدم ايه؟ ايودايد. فين ولا انا خدت اليود وده الريت بتاعه بتزق. دي المذاكره هتاخد وقت كتير قوي. احنا بناخد اليود في صوره ايه؟ ايودين. يختزل في الجاي كيلت مين؟ ويمتص في الدم مين؟ ماشي هو في الدم دلوقتي مين هياخده؟ ثيرويد تاخده في صورة ايه؟ ايودايد.
بس هو ما تعرفش تستخدمه ايودين، لازم تحوله لايه؟ اخلص يعني البدايه ايودين والنهايه ايودين والترانزيت كله ايه؟ عشان الثايرويد تحول الايودايد لايودين عايزه انزيم اسمه بيروكسيديز عشان يحول الايودايد لايه؟ ايودين. لو الانزيم ده قليل الثايروكسين ايه؟ بيقل، يوم التي اس اتش يعلى، يوم حجم الجلاند يكبر. كان سندروم خطوه في الاطفال اسمه بندريت سندروم. بندريت يقول لك العيل بيبقى عنده جولتر ودف وميون ومنتال ريتاردو. بندر كم واحد سمعوا في الاطفال ولا طيب خلي بالكم في اثنين رفعوا ايديهم. الاثنين دول انتوا عارفين ما بيسمعوني دلوقتي بيقول لي ايه؟ ايه بندر دي؟ كان جولتر ودف وميون. تعرف ايه العيال ما تعرفش حاجه؟ نفدت من الاطفال انسحب من تحت كرسي الجنه ونفد. ده تاني هنا دلوقتي. ده تاني. عارف بنت رجاله؟ هتحفظوا. حفظوا. ام سي كيو. هتحفظوا. عارف البندت سندروم ده نقص ايه؟ بيروكسيديز. قولوا ورايا بيروكسيديز. بيروكسيديز. ناقص شويه. مش ناقص خالص. ناقص شويه مش ناقص خالص. يوم تصنيع يوم تحويل الايودايد الى ايودين ايه؟ يقل ايه؟ شويه لان الانزيم ناقص ايه؟ شويه. يوم الثايروكسين يقل ايه؟ شويه. يوم التي اس اتش على ايه؟ شويه. يوم حجم الجلاند يكبر ايه؟ شويه. يعني كله وشه وش وشه وش فاهمين؟ دي بيقولوا عليها بندريت ايه؟ سندروم. صعبه؟ قولوا ورايا كونجينيتال. معلش يا ابو شمس يعني ايه كونجينيتال؟ ايوه 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 برافو عليك يا ابني مولود فيها. يس. طب في طلبه قاعده معاك كارنيه تقول يعني كونجينيتال ايه يعني ايه كونجينيتال؟ تكوينه في بطن امه او امه يعني تبع التشكيل. فاهمين يا بس يا دكتوره بسم الله ما شاء الله شاطره قالت لي يعني ليتنج سينس بيرس حاجه جميله. شفت الاكزامنا ساعات بينبهر بايه؟ تلاقي دكتوره في الاكزامنا طلع عبيط. هو مش عبيط هو من العذاب اللي شافه. تعرفي العيال الصغيرين دول؟ والدين عندهم جوي لان عندهم نقص في ايه؟ في البيروكسيديز اللي بيحاول ايه؟ الايودايد الى ايودين. يقوم هو البيروكسيديز ناقص خالص؟ خلاص ايه؟ شويه. يقوم تحويل اليود من ايودايد لايودين يقل ايه؟ شويه. يقوم الثايروكسين يقل ايه؟ شويه. يقوم التي اس اتش يعلى شويه. يقوم حجم الجلاند يكبر شويه. اوكي؟ عشان كده الولد ده اول ما قلت له مين اسهل واحده؟ قال لي كونجينيتال. بقول له ليه؟ قال لي خدناها في الاطفال. شفتوا؟ اما فكره ان اقول لك اسهل واحده كونجينيتال ليه؟ قال لك ايه ليه؟ عباره عن كلمه وسخه انا قلتها. البندر سندروم. تعال نشوف تاني واحده سهله عندي. ايه؟ الاندمج. اشمعنى؟ كلكم تعرفوا الاندمج بوينتر دي في مناطق الجبال او المنخفض عن سطح البحر. هو احنا ليه يا اولاد دايما نحط البحر هو الستاندرد بتاعنا؟ لان هو ده 70% من الارض ميه. والميه لو واطيه ممكن البحر يغرقها. فاهمين؟ فدايما بناخد الستاندرد بتاعنا ايه؟ سطح البحر. فاهمين؟ المناطق الجبال والمناطق اللي تحت سطح البحر بتبقى دايما فيها والبعيده عن البحر دايما فيها اندمج لان اليود في الارض قليل. مثلا مثال مشهور عندنا هو الواحات. اليود في الارض قليل وبالتالي الزرعه اللي طالعه من الارض اليود فيها ايه؟ قليل. وبالتالي الخروف اللي بياكل من الزرعه اللي في الارض عنده جولتر. يعني الخروف نفسه عنده جولتر. فاهمين هذا؟ لا. طب هو في سمك؟ ده بعيد عن البحر. يوم شعب الواحات تلاقوهم كلب.
يعني لو الرئيس راح يزور البحار هيلاقوا الشعب عامل كده. فالرئيس مش في كل الطب هيسال المساعد بتاعه ليه الشعب متلكع؟ قالوا له سيود يا ريس، يقوموا يبعتوا لهم يؤمر بايه؟ كان كاتيو تيجي يحطوه على ايه؟ على الملح او الميه او العيش، سمك قياش او العيش. السؤال الجاي هو الريس بيختار ازاي؟ حاجه رخيصه بتخش في الغذاء اليومي، خش في الغذاء اليومي. يوم الغلبان ياخد احتياجاته والغني ياخد ايه؟ ولازم تبقى حاجه لا تتفاعل مع اليود وينتج عنها مواد سامه عشان ما نسمش الشعب. فاهمين يا ولاد؟ السؤال الجاي، حد فيكم الوحات؟ حد فيكم الوحات؟ لو حد راح الوحات يلاحظ ان حكايه البويتر دي قلت كتير. ليه؟ دور المواصلات بقت سهله، السمك بيتصاد في اسكندريه يروح الوحات في نفس اليوم. فاهمين؟ فبدات الامور تتحسن. لكن زي زمان ايام ما كان وسيله المواصلات الناقه، كان الواحد يركب على ناقه وايه؟ ويشرب. كان الشعب في الواحات ايه؟ مكلكع. برافو عليك. في حاجه اسمها انديميك ايه؟ جويتر. واضحه؟ ولذلك انديميك جويتر سهل قوي. اسمعوا عن فيسيولوجيكال جويتر. فيسيولوجيكال جويتر دي بتيجي لمين؟ للبنات. دمكة ساعة البيوبك أو ساعة الحمل أو ساعة الرضاعة، مش معنى الميتابوليزم بتاع الراجل غير الميتابوليزم بتاع الست. الراجل الميتابوليزم بتاعه مستوي جدا، ما فيهوش مفاجآت، هو كل يوم بيصحى من النوم يروح يعمل نفس الحاجات ويرجع تاني. الست الميتابوليزم بتاعها عاصف جدا، يوم في السماء ويوم في الأرض. يعني مثلا البنات وهي في ابتدائي بتبقى مقرقره كده زي الولاد وبيلعبوا مع بعض في ابتدائي، وبعدين اول ما تخش اعدادي من اولى اعدادي لثالثه اعدادي تقولش حله فشار. انما الولد بيفضل ايه؟ مقرقر شويه لدرجه ان ممكن بنت تشوفه تقول مش هسلم عليه ده عيل. فاهمين يا ولد؟ بنت بتفور بسرعه قوي ولد عن الولد. فهمني؟ طب هو معدلات الفوران دي محتاجة ثيروكسين؟ أكتر. يعني البنت اللي صارت دي محتاجة ثيروكسين أكتر من الواد زميلها وأكتر من البنت المقرقرة. يعني في واحدة صاحبتها تانية مقرقرة كده في نفسها، فاهمني يا ولاد؟ فأكيد برضو احتياجاتها للثيروكسين إيه؟ قليلة. أما البنت المتعة اللي هي زي مين؟ غادة عبد الرازق. برافو عليك. البنت الناجحة دي يا ولاد دايما تلاقوا رقبتها منفوخة شوية. منفوخة شوية ليه؟ هي عايزة ثيروكسين أكتر شوية من صاحبتها المقرقرة. فالتي اس اتش بتاعها إيه؟ عالي سنة، فراح مكبر الجلاند بتاعتها إيه؟ سنة. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ هو ده فيسيولوجي. فاهمين؟ أوكي ماشي. يعني أولى إعدادي، ثانية إعدادي، ثالثة إعدادي، أولى ثانوي، ثانية ثانوي، ثالثة خلاص بقى. وإلا هتبقى الرجل الأفضل. فالدنيا تبدأ. يوم الـ TSH يقل، يوم حجم الجلاند يقل. فدي فيسيولوجي. إلا لو لحقوها بإيه؟ واحد عجز. راح الضربة واحد إيه؟ بريجنس. راح الميتابوليزم إيه؟ مرضوب في اتنين. راح الـ TSH إيه؟ عالي. لكن بعد كده يهدى. رضاعة يهدى. فاهمين يعني؟ ده فيسيولوجي. انت حد بيعرف فيسيولوجي؟ مش هتلاقوا ولاد الرومان خدوا بالهم من الحته دي. تعرفي اله الرومان عند اله الجمال عند الرومان اسمه ايه؟ فينوس. فينوس ده اله الرومان عند اله الجمال عند الرومان. عند الاغريق كان اسمه افروديت. يعني الرومان شويه غيروا في الالهه. تمام؟ ففينوس ده اله الجمال صح؟ قال دلوقتي فارس روماني. خلي بالك من الأجسام دي عشان ما تقعش تمسك الحاجة.
مش هتبان فرحك يا قمر. انت ماسك الفراد ماسك العروسه يا سيدي كده. انا لو جالي العريس هكومنت. انا دلوقتي كفارس روماني معايا درع وسيف ودخلت على قوم قعدت حالي كده. انا اخطف مزه. اخطف مزه ايه؟ متعب. صح؟ اشمعنى؟ مش هلبسها فستان صح كده بعدين ينزل على كالوش يبقى زيت ودي كل شيء محترم كده عليكم ايه؟ فاهمني؟ فلقوا ان الستات المتعه دي كلها رقبتها منفوخه. فعرفوا ان دي علامه من علامات ايه؟ الجمال. فراحوا مسمينها فينوس نيك. فاهمين؟ يعني في سيلوجيكال بوينتر بيقولوا عليها فينوس نيك لانها علامه من علامات ايه؟ الجمال. تعرفين البنات المتعه دي ولا ساعات ما تروح المدرسه يقعد صحابها يلعبوها في رقبتها. فاهمني؟ فهي تجي لك العياده تقول لك يا دكتور عندي كبوعه. تقدر انت تقول لها ايه؟ وايه يعني؟ دي حاجه عاديه جدا عشان انت متعب واللي في العبد في رقبتك دي صاحبتك ايه؟ المقرقره. برافو عليك. انت عارفه كليوباترا اللي هي امز مزه الخضروات المصريين كان عندها فينوس تيك؟ عارفه فينوس اللي هي الجمال. عارفه الفرتيتي المراه الصغيره الجميله كان عندها فينوس تيك؟ تعرفوا منين؟ ولا انا اعرفكم بس هو الكلام. سايكولوجيكال سبورت. فلا انت جامده يعني كليوباترا الفرتيتي انت وراها. تعالى وليا انا رد قفت قالت لك اوه اوه ماي دكتور ماي لايف از فيري هارد واصحابي بيلعبوا في الحلقه دي بلاتيتي كليوباترا. حد اسمه دوز اوف سيروكس عشان يعني ده ايه؟ ديسج عشان حجم الجلاند ايه؟ يعني هديها الكماله اللي محتاجاها عن صاحبتها ايه؟ المقرقره. فاهمين يا ولد؟ فهمتوا الفسيولوجيكال بوينتر؟ لكن عادة ما نعالجهاش. في حد بيعالج نورمال فسيولوجي؟ أكيد لأ يعني. النورمال فسيولوجيكال بوينتر ده ولاد ريلاتيف أيدين ديفيشنسي أو ريلاتيف ثايروكسين ديفيشنسي. يعني ريلاتيف أيدين ديفيشنسي ريلاتيف ثايروكسين ديفيشنسي من زيادة الميتابوليزم مش من ديكريس من زيادة الميتابوليزم. فاهمين؟ عشان كده نقول على الانديميك جوينتر انها ابسوليوت ايدين ديفيشنت لان الانتيك هو القليل. ونقول على الفسيولوجيكال جوينتر انه ريلاتيف ايدين ديفيشنسي لان الانتيك كويس. الانتيك كويس. المشكله فين؟ في الميتابوليزم العالي. فاهمين ولا مش فاهمين؟ وانا سريع؟ فاهمين صح؟ امال ايه الاسبرادي جوينتر دي؟ واحده مش في الوحيد. واحده منهم. عندها جوينتر. كنت سالها انت من وحد؟ تقول لك لا. في واحده فيكم عندها في السيرجيكال جوينتر؟ احنا هنشتغل بعض؟ لسه بتتضخم لغايه دلوقتي؟ ليه؟ هتبقى راجل اكتر؟ انا في سنه طب. يعني انتوا دلوقتي انا بطلتوا تتضخموا، انت ممكن الدم مش بتكبر، انت في رابع عيال دلوقتي. لكن انا اكتر مفيش واحده فيكم تقول لي عندها في السيرجيكال جوينتر. اذا لو حامل او بترضع، انما غير كده مفيش واحده بتتضخم لغايه دلوقتي. وما ينفعش واحدة فيكم تبقى في السيرولوجيكال بوينت. أمال إيه يا دكتور؟ يعني أنا مش من وحياتي، يعني ما ينفعش تحطيني في خانة الإنديميك بوينت. ولا أنا في السيرولوجيكال بوينت. أنا إيه؟ أنت سبرادي بوينت. يعني إيه سبرادي بوينت؟ ما نعرفش. إنه بنسكع إيه؟ سير. هنولع المخدرات ونقضي سيرس. أول سيري يوم قالوا ان هو نقص شويه في انزيم اسمه دي هالوجينيز اللي هو بيلم بقيه الايودين من بقى يعني. يعني في انزيم كده اللي هو بيلم الزباله. في انزيم في الثايرويد ماشي بعد اتمام التفاعل يلم بقى الايودين عشان يستخدموها تاني. ما ماشي في الثايرويد كده احب الم الزباله قوي احب الم الزباله قوي. بيلم ايه هو دلوقتي؟ الزباله. الزباله ايوه انا عايز الكلام ده هتقول لي فوائد الايودين. فوائد الايودين من ايه؟ من التفاعل. دي نظريه. نظريه ثانيه بيقولوا لا مش نقص في الجينات. طبيعي اكل الحريم دي لهم ايه؟ الاكل الحريم دول بياكلوا ايه؟ بياكلوا كرومبو وارنبيط. والكرومبو والارنبيط بيعمل انتفاخ في البطن
اشمعنى؟ لان الترومب والارنبيط والليفت فيهم حاجات بتانتاجونايز الانزيم بتاع السيروس، فيهم حاجه اسمها سايوسينيز بتانتاجونايز الانزيمات اللي بتعمل السيروس. طبعا مش بقول ان في بنت في طلاب خالي طبق ترومب، ويعني في بنات اولاد لما بيطلع ترومب ولا ترومب طلع الحمد لله اتلاتة ترومب واتعشى بواقي الطبق اللي سبته من الكروم، وبعدين ممكن تبلع بلفت. مين عايزين ايه تاني؟ يعني تاكل كروم وتبلع بلفت مخلي ده بلتر وطلع لوحده، فمين ولا ده ده؟ ف يعني ممكن من طبيعه الاكل. طب ايه يا دكتور؟ عندي سبورادي بلتر وانا مش باكل كروم خالص ولا ارنبيط، باكل همبرجر. والهمبرجر ده مليان فول صويا، وفول الصويا جلوتوجين. طب ايه طبيعه الاكل؟ قد يكون طبيعه الاكل او اديها الجينز. فاهمين يا عم؟ هو دي اسمها ايه؟ اندمي جولتر. دي اسمها ايه؟ سيولوجيكال جولتر. دي اسمها؟ سيمرادي جولتر. اه صحيح. بتشوف افلام هندي؟ لا. في مزز جامده في الهند. تطلع بقى تعمل كده سيبكم من المزه نفسها، ركز لي في الرقبه. الدائرة اليوم منفوخة شوية لسببين. هل لأنها مزة؟ لا، كبيرة مزة كبيرة. ده كل ده في السيولوجيكال بروفايل. خلاص هتبقى إيه الرجل الأخضر. ولكن المية هناك في الهند ملوثة بالبراز بتاع البقرة، لأن الجنود هناك بيعبدوا البقرة. البقرة دي يعني محترمة جدا، يعني افرض البقرة معدية في الطريق. بعدين الاله اتحزن، يقف يتفرج ويكمل مشي. بعدين هناك الاله بيشرب النهر، بعدين يلف ويتبرز في النهر برضه. فالميه عندهم بعدين الاله بياكل ارنبيط، يعني الاله هناك بياكل ترومبو وارنبيط في الضيف. فاهمين يا ولاد؟ فعامل لهم جويتر. الميه عندهم ملوثه، عامل لهم جويتر. لان الاله هناك بياكل ايه؟ بياكل ايه الاله؟ ترومبو ارنبيط، وبيتبرز فين؟ في النهر. فاهمين يا ولاد؟ عشان كده الهنود عندهم رقبتهم يعني منفوخه السنه. كل ده سبورادي جولتر، كل ده بيندرج تحت عنوان ايه؟ سبورادي جولتر. هم ليه كله جولتر؟ لوز جولتر ده ولاد يعني قريبه من اه لو لعبت يا زهر وبدلت الاحوال وايه؟ موجه في سكه الاموال. الله هي دي كلوز يعني غده محرومه. محرومه من ايه؟ مليون اصلا. محرومه من الحب، محرومه من العقل، محرومه من اليود. محرومه من ايه؟ مليون. يعني غده محرومه من ايه؟ مليون. فتره طويله وقعدت تغني اه لو لعبت يا زهر وبدلت الاحوال ودي اليود في اول موجه، في ركبه اول موجه في سكه اليود. فاليود جه كتير فراحت عامله ايه؟ كولويد كتير، بقت اوفر ساتيوريتد بالكولويد. فالغده دي بقى مش كبيره بالاستروما والبارينكما، دي كبيره بمخزون الكولويد. فراح مسمينها ايه؟ كولويد بويد. يعني الجلاند الكولويد جويتر دي محرومه. محرومه وعلامه استفهام وعلامه تعجب. يعني محرومه من ايه؟ ثم بدا العز وعلامه استفهام وعلامه تعجب. قوم حوشت. حوشت. حوشت ايه؟ كولويد. مين الكولويد جويتر؟ كان الغده ايه؟ محرومه. ولا تاكل قدام الجويتر. وبعدين الراجل اللي في الوحات ده راح يخطب من اسكندريه، فدخل في 2 كيلو سمك، خد يود ايه؟ كتير. فراحت الغده محوشه ايه؟
كولويد، فسموها ايه؟ كولويد كولويد. تعالى يا ولاد، تعالى قول لي شاور. انواع الجويتر ايه؟ نيوبلاز، انفلاماتوري، توكسيك، وسمبل. ازاي بنشخص السمبل؟ الميكس بلوجن. برافو عليك. بنقسم السمبل الجويتر ازاي؟ ديفيوز نوزل اكوردنج تو سيرفيس اوف جويتر. يس يس. سيرفيس اوف جويتر ولا سيرفيس اوف ثايرويد؟ ما فيش ثايرويد بقى جويتر. مين السيرفيس؟ يعني سيمبل ديفيوز ده السيرفيس بتاع الجويتر صح؟ السؤال الجاي، طب احنا بنقسمها ليه السيرف يعني نوزل؟ علاج الديفيوز جويتر ايه؟ ميديكال. وعلاج النودرال جويتر ايه؟ سيرجيكال. تمام. طب احنا بندرس ليه الديفيوز جويتر؟ عشان هو بري ديسبوزنج فاكتور لايه؟ للنودرال جويتر. برافو عليك. ايه انواع السمبل ديفيوز جويتر؟ سيرجيكال، سبورادي، كولويد، والحاجه السهله قوي اللي هي ايه؟ كونجينيتال جويتر. كونجينيتال جويتر سندروم اسمه ايه؟ بندر سندروم. ايه اللي ناقص في العيان؟ ايه؟ بيروكسيليز. السؤال الجاي، سميتكم شفتوا الورق بيجاوب ازاي؟ اما هو طلع من سنه 5 ما اعرفش الكلام ده ليه؟ لم يعرض نفسه للعمليات التعليميه. يعني الدكتور جه يديله تعليم راح عامل كده. عدى التعليم. بتاع الطالب اللي قاعد طول الوقت في القصه بيحاول انه يتجنب ان حد يعلمه على قد ما يقدر. ربنا يوفقه. يطلع مش عارف حاجه. طب والطالب ده لقيت حياته زي ما هو كده؟ طب دي سنه سنه. على فضل نفد هيجي في يوم يحضر ماجستير. فلاقي ان هو كل زمايله بيذاكروا بسهوله، اللي هو عبيط مش عارف يقرا. عاملين كل الطب دي كده. الحل الوحيد عشان ترتاح انك تعمل حاجه ثانيه. يعني تجد البنات جو تقول له جوزها روح يا حبيبي ربنا معاك، انا هقعد في البيت اخليك بنت البيت. انت عايز تبقى دكتوره؟ لا هتتعب. بالنسبه للولاد رجل الاعمال، شوف انت بابا بيشتغل ايه؟ اشتغل معاه. بس عايز تبقى دكتور؟ الدكتور مذاكره يا ولاد. الدكتور بيروح البيت يدفع عليه يذاكر. هو دي نقطه الفراغ. احنا محترفين مذاكره. هنتميز عن بعض بايه؟ بالمذاكره. احنا محترفين مذاكره. انا بصراحه شايف ان الديفيوز جوينتر ده سهل قوي. وكله علاجه يا اما يود يا اما ثايروكسين. فالموضوع سهل قوي. عايز تخش على النودلر جويد. ايه اللي خلى الغده تقلب من ديفيوز لنودلر؟ سربرايز؟ ما نعرفش. هنقول نسكع ايه؟ سير. واحد قال ده ستريس اكس. السؤال الجاي، اشمعنى قال ده سبب ستريس؟ اصل السمبل نودل الجويتر في الستات ما بين 20 و 40 سنه. ايه اللي بيميز حياه الست ما بين 20 و 40 سنه؟ ستريس. يعني البنت فيكم برضه ولاد اندر ستريس جدا. عندها 21 سنه مفيش حرفه محدده، يعني تعرف تشتغل دكتوره، تعرف تقف في المطبخ، تعرف تخدي بالك من البيت، في عريس جه، في اسره اطفال، يعني دي ستش في السما. تعال مثلا احكي لكم حكايه بنت في كل البنت دي دخلت سنه اولى فاهمه ان هي مجدي يعقوب واصل وان هي اللي هتغير صفحه الطب في العالم وان الحمد لله انها نقله الطب توفقت وخدتها. وبعدين فوجئت ان كل اللي قاعدين معاها اوائل المدارس. هناك كانت الاول قاعده في وسط بلطجيه ومتخلفين فحاسه ان انا لما بذاكر اربع خمس ساعات بتعديهم. النهارده كلهم كده جنب بعض. فالاربع خمس ساعات في زمايلي بيعملوهم برضو اللي هو طيب. فبقت تحبط، قالت يا لهوي وانا مش قلت المدرسه. فبدا يجي لها سبريشن.
بعدين امتحان فيسيولوجي. قالوا انت هتمتحن في ست كتب. ثلاثة انت قارياهم والثلاثة وناسياهم والثلاثة التانيين انت ما تعرفيش عنهم حاجة. قام يقيس اتش اي والفاسكولاريتي بتاعت الجلاند عالي. دخلت الامتحان فوجئوا بان هم عارفين انها مش مذاكرة وجايبين اسئلة متكررة من السنين اللي فاتت. قالت ياس في ثلاث اسئلة عرفتهم في الورقة نجحت. راحت تقيس اتش اي نزل والفاسكولاريتي ايه؟ شوية ودخلت امتحان الاناتومي. قامت تي اس اتش والفاسكولاريتي لقيت ثلاث اربع اسئله متكررين قالت يس نجحت. راح تي اس اتش ايه؟ نزل راح الفاسكولاريتي ايه؟ وبعدين امتحنت بايو. هو بايو ده مش صعب بس رخم. هيستولوجي دي ستش عمال يعلى وينزل يعلى وينزل يعلى وينزل. فالفاسكولاريتي عماله تزيد اللي ما ماشيه معاه الفاسكولاريتي ماشيه معاه. في مره من المرات غلط بس الفرقع. يلا حسن سؤال عايز تفكر ليه؟ غلط بس الفرقع خر ايه؟ وعمل في الأنسجة نيك إيه؟ نكروز دي صعب فحصل هيمورج ونكروزز هيهيل بيه إيه؟ ويعمل نديول. ويجي لك البنت في سلطة طب تقول لك إن النديول دي في السؤال ودي أنا تبني ودي بار ودي باثولوجي والكبيره دي نسا. لا طب والباقي سايباهم ليه؟ يقول لك عشان البطنه وايه؟ والجراحه فقلبت بمالتي نوديولار ايه؟ جولدر. فاهمين؟ دي نظريه ستريس اكس. السؤال الجاي طب احنا ايه اللي خلانا نتجه الى النظريه دي؟ لما فحصنا الغده بتاع الستات دي لقينا في لوبس من الثايرويد هايبر انتليود ولوبس تانية من الثايرويد هايبر اكتف من الخلايا فيها هايبر اكتف. فاهمين؟ مين اللي هتنزل؟ الهايبر انتليود دي ولا الهايبر اكتف؟ الهايبر اكتف ليه؟ عشان هي اللي فيها فاسكولاريتي كتير فعملت هيموجونيكروزس وفايبروزس. فيقول لك الجلاند بتاع الست هنا ميكسد باتر. يعني الجلاند بتاع البنت في المرحله دي ميكسد باتر. حبه هايبر امبليوتد وحبه هايبر اكتف. هايبر امبليوتد وهايبر اكتف. فمره من المرات بيحصل هيموريدج ونكروزس ونديول فورميشن. فاهمين يا عبد الله؟ ست عامل كده. ده مش معناه ان انت معايا. ده عادي بعملك كده وحط قدامه منزه حلو. سيبني انا اقول اللي انا عايزه. انت معايا؟ يعني اسالك حاجه اوبي؟ ان الديول ده عباره عن ايه؟ ولذلك النديول ايه؟ inactive. النديولز دي ايه؟ inactive. مين اللي اكتف؟ الانترنوديولار تيشو. يعني دي inactive ودي inactive ودي inactive. الاكتف الانترنوديولار تيشو. يعني الجلاند دي في شله على الفاضي. كبيره كبيره بنديولز inactive. امال الاكتيفيتي فين؟ في الانترنوديولار تيشو. فاهمين؟ هايبر امبليوت اللي هي فيها كلود كتير. دي يقولوا عليها هايبر امبليوت ودي يقولوا عليها هايبر اكتف. هايبر اكتف هايبر امبليوت هايبر اكتف هايبر امبليوت. فاهمين؟ تحبوا تسمعوا نظريه ثانيه؟ ناس قالت ده اوتو ميون.
الانتيبودي في الدم بيشتغل على هايبر اكتف سيلز، يعني يخلي خلايا هايبر اكتف وخلايا تانية ما استجابتلوش فسابها زي ما هي. هو ده اللي بيعمل ميكس باتر، يعني بيعمل ميكس باتر انتيبودي مش ستريس اكس. هل انا زي الانتيبودي احلى ولا ستريس؟ ستريس احلى؟ طيب ممكن تبقى في نظريه كده مش محترمه روح النظريه الثالثه. سالناهم مش معنى الستات ليه مش الرجاله يعني؟ فقالوا اصل خلايا الستات موزايكو. عارفين موزايكو؟ اللي هي بلاطه غامقه وبلاطه فاتحه، لما خلايا الرجاله كده نفس اللون. ده حقيقي ولا لا؟ بس كانت خلايا موزايكو؟ كده مش عارف. ايه مش عارف؟ انتوا ستات يعني انتوا قاعدين مع مين في الكليه مش عارفين الخلايا بتاعتكم؟ الستات دي عندها كام اكس في كل خلايا؟ اثنين. مين فيهم اللي قاعد؟ واحد بس والتاني وايلد كده وكامل. الخلايا دي اكس ده اللي اكتف والخلايا الثانيه اكس اللي اكتف. فده مخلي خلايا الستات هيتروجينس غير خلايا الرجاله. الراجل ما عندوش الاكس واي الاثنين اكتف. خلايا الرجاله ميه واحده لكن خلايا الستات ايه؟ يقول لك خلايا الستات لانها بالطريقه دي بتستجيب استجابات مختلفه للتي سيتش. حلو حلو دي صح؟ حلوه النظريه دي؟ ان الستات ايه؟ قولوا ورايا مزايكو. بص الكلام عادي ولا اي حد يعرفه حتى لو مبلط. سهلة. نظريات بس محدش عارف السبب. بس احنا لما بنشوف المنظر النهائي خلايا هايبر اكتف وخلايا هايبر انفليوتد. خلايا هايبر اكتف لوب هايبر اكتف ولوب هايبر انفليوتد. لوب هايبر اكتف ولوب هايبر انفليوتد. حصل هيموجينيكروزيس وفايبروزيس زي ما الواد ده قال. يا ولاد ونديور فورميشن. ويعني يلا ليه ايه يعني اما واحده يجي لها سم النظر ده؟ طب انا اسالك سؤال تاني، سم النظر الجويتر مشكله اكبر في مصر ولا في بلاد الفرنجة؟ في بلاد الفرنجة اشمعنى؟ عشان الستات حدانا لابسين كل الهدوم. وبعدين بعد ما بتتجوز بتقول له دلوقتي حواليك الجويتر. بس اعمل ايه؟ هو البضاعه دي على بعضها، المهر ده والكويتر ده كل حاجه، الموضوع ده بيبقى على بعض. انما بره في بلاد الفرنجة في الموكلين شويه مبادئ شفتهم بيشجعوا فرقه الكوره لابسين سكيرت قصير كده لو واحد عندها الكويتر الفريق هيتهزم. فاهمين هذا؟ ولذلك حكاية الجولتر ده عاملة مشكلة تقلق الشباب من الجنسين. لا جنس واحد اللي هو ايه؟ اسكيميل. عامل مشكلة في اوروبا. يعني انت رايت هيعمل كزماتيك ديسفيجر. شاطرة تمام. كيتنج. كومبريشن شاطرة. كومبريشن على ايه؟ تراكية. برافو عليك. تعمل لها ايه؟ كيس ايه؟ ديسني. اخلصي حضرتك. كل ده تفكير في كلمة ديسني. أنا أسألك سؤال، هو الضغط على التراكية سهل ولا صعب؟ صعب. ليه؟ عشان إحنا كنا بناخد سؤال في ستة أول عن الماء. القصبة الهوائية مفتوحة دائما لأنها تحتوي على خلطات غضروفية غير مكتملة، صح؟ لدرجة إن ممكن واحد يزغزغها كده فتكون من الضحك. لكن ما تتخنقش. ايه الجويتر اللي هتضغط عليها؟ بس الجويتر بقى لها كتير. فعملت في التراكيه حاجه اسمها تراكيوماليشيا. فالسيرينجز ايه؟ طريق. انا انت لو واحد زنقك في الحيطه 15 سنه بعدين سيبك. هنا بقى؟ فالجويتر دي بقى لها كتير قوي ففضل الضغط على التراكيه كده ولاد طبقتها. حصل حاجه اسمها تراكيوماليشيا. فده لو اتكيت عليها هتموت بجد مش هتموت من الضحك.
لان التركيبه بقت لوز وريدندنت وريزيستنت فور ايدوكيشن. فاهمين انا التركيبه بقت لوز وريدندنت وريزيستنت فور ايدوكيشن. تعرفين تاني معانا كده تعمل ايه في اللحظه دي؟ شديدة شديدة. دي الاستجابة الفطرية مش مضبوطة مستوية. الموضوع ما يزعب الجراحة. ما يزعب الجراحة يعني انت استجابتك مش ما عرفش مين اللي علمته ان الطب مليان مطبات. فدايما حاسس ان في فخ. يعني حاسس ان الكلمة مش مظبوطة. والانجليزة لا شاطرين في الانجليزي. لما بيقولوا حاجة بيبقى عندهم حق. والغلطات الطبيه بالانجليزي قليله جدا جدا. يعني قلما مثلا لما تيجي تذاكر في الاناتومي يقول لك مثلا عظمه الاومو هايويد هي دي بين ايه وايه؟ بين الاومو والهايويد. يعني تبقى بين ايه وايه؟ فانت بتدور على كلمه ايه؟ اومو. الهايويد ده تطلع ان اومو يعني استبلر. هو في هنا انت مالكوا بطاء كده؟ فتطلع ان اومو يعني استبلر فتفهم انها من استبلر. مايلو هايويد بدار على كلمه ايه؟ مايلو فتطلع مندول. تمام؟ ام الاناتومي جميل جميل والمسمى ديسكريبتيف جدا ما عدا مثلا حاجات بنضحك عليها. يقول لك الريكتم مثلا. الريكتم يعني ايه؟ المستطيل. الريكتم بتاعنا ده مش مستطيل خالص. بيعمل كده ورايح يمين وبعدين شمال وبعدين يمين وبعدين واخد بوست لورا في السكر يعني ما فيهوش اي استقامه. فانت تقول له ده مستطيل؟ ومال المنحني؟ بقول لك اصل هم اول ما شرحوا القرد. فالقرد الريكتم بتاعه مستقيم. فلما جم يشرحوا الانسان لقوا لولو وكده بس هو كان خلاص سموه مستقيم وخلاص. انا عارف ان انتوا ممكن حد فيكم يشد يحفظ المستقيم. يبقى في كيرفز تو ذا رايت زين تو ذا ليفت زين تو ذا رايت المستقيم. اند ذير از كونكافيتي باكورد كل ده مستقيم. والله ما تفرق معاك. افرض انه مستقيم وده الكلام اللي تحتيه والله ما هتاخد بالك. هنحفظ امه هناخد الورقه ونخش جوه نحفظ المستقيم بالاول. وده ده ضعف في المشاعر يعني مش ضعف في حاجه. هنا مش كبير. ودنك كده سكه اللي بين ودنك ومخك ساعات توصلها تاني فاهم بس. وتعرف الانجليزي شاطرين في الانجليزي. اما اقول لك ديرمويد سيست تبقى السيست دي شبه ايه؟ شبه كده. تقعد تحفظ كل مره تحفظها ما تخلص. فاهمينها؟ السؤال الجاي لو واحده عندها سيمبل مالتي نودر جويتر دكتورة زي ما قالت ممكن يكون برولونج كومبريشن تعمل تراكيو ماليشيا عليها كلمه ظريفه كده. يقول لك التراكيه دي عامله كده صح؟ لما تنضغط لفتره طويله تبقى عامله كده. عشان في لوب هنا ولوب هنا. فضغطها من هنا ومن هنا. الضغطه دي مخليها زي غمد الخنجر. تعرف ايه الخنجر؟ بيبقى له غمد. الغمد ده بيبقى فيه في الايدين هنا عشان يمسكوا على الخنجر. عشان لما نيجي نرقص الخنجر ما يقعش. فهماني؟ ما مش معقول انا احط الخنجر في الحزام وبعدين اجي ارقص كل ما اعمل كده اقوم الخنجر واقع عماط يحطه في فبيحطوا له في الاتنين يمسكوا على الايه؟ على الخنجر. فلما بصوا على المنظر ده قالوا ايه ده يا ربي؟ غمد الخنجر اسكبرد تراكيا اسكبرد يعني غمد الخنجر. فهمنا لا؟ هما بيضطروا على قلب عيالهم. طبعا مخيمر بيزعل جدا لما هيضطر يحفظ كلمه اسكبرد. يعني بس هو لما حد يقول له ديسكفرد تراكيه يقول اه الناس بيحطوا خصايه كده جنب ابنهم كل شويه يشبهها له حاجه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ لكن زي ما الدكتوره قالت كده مبسوط منها قالت لي ممكن يحصل كومبريشن وديسني وممكن مثلا على الاسوفيجاس ديسفيجيا وعلى الكرنت لارينجال تشينج اوف فويس. شاطره دكتوره تمام. وممكن ينضغط على الكاروتيد ارتري فيعمل سينكوبال اتاك وديزنس. يا دكتور هو الكاروتيد ده اللي بيدي المخ؟ احنا عندنا كم كاروتيد؟ كم كاروتيد بيدي ايه؟
اكستنر بيروح بره ولا جوه؟ بره. مرت ايه؟ راح بره ليه؟ عشان يدي الهيد والنت. هو راح فرنسا وراح شاف بره، راح بره في الهيد والنت، يدي الهيد والنت. امال الانترنال بيروح فين؟ جوه. جوه فين؟ في المخ. حتى ممكن تمسك طالب ليه والارتري دي منين؟ لا لا مش عارف، اصل انا مهزوز شويه في الكلام. هاجم ليه؟ هاجم ليه؟ هو مش اللي هو، هو مش اللي هو اصلا. الفيشل ارت جه منين؟ اقول لك لا، اصلا في الانتم عندي مهزوز شويه، هو يطلع نفس الشويه يدي كله النقطه اللي بتفلس. امال ايه اللي حصل فيك؟ ما اعرفش، ما اعرفش مين ده عمل فيك كده. يعني ازاي حد قابلكوا عمل فيك كده وانتوا اوائل الثانويه العامه؟ الله اعلم. فاهمين يا ولاد؟ بس هو ده وضع الموضوع. انت عارف ممكن تسال طالب هو الاكسترنال كاروتيد بيروح بره؟ لا لا. لا جوه بس مسميه. مجنون. بقالنا ست سنين متعودين على الفحص. اه ما انا عارف. الفكره بس ان انتوا توصلتوا الى فكره بسيطه. هات اي ورقه وسخه، شويه ورق، وخش اقفل عليا واحفظ ميتين ام النهارده. فكانت النتيجه اللي معاك في الثانويه العامه لغايه دلوقتي. بس هو كان الطب مش كده، الطب مش كده خالص والله. الطب جميل والله، اجمل كليه في الدنيا هي دي. انا بذاكر، انا بخير، انا بذاكر، انا والامراض اللي بذاكرها دي كلها موجوده حواليا، ابص عليها كده وياك افهمها. جميله جميله، مش كلها كده. السؤال الجاي يعني سيمبل نودل بويتر ده ممكن يعمل بريشر مانيفستيشن صح؟ ممكن يقلب توكسيك. عارفين الميديولز؟ الميديولز دي زي ما الواد زميلكم الوحش ده قال ايه اكتف. هما مين اللي اكتف؟ انتر نودلر. انتر نودلر ترشو قلب التوكسيك. فمع العين جاله سكندري سارو توكسيكوزا. مين جاله؟ قال لي سكندري ايه؟ الدكتوره جاوبت ببساطه جدا، قالت لي سكندري سيمبل نودلر. يعني المرض البرايمري اللي كان موجود هو ايه؟ سيمبل نودلر جويتر. يعني ايه سكندري سارتوكوزيس؟ يعني السيمبل نودلر جويتر اللي هو ده قلب توكسيك. مين اللي قلب توكسيك؟ انت نودلر تيشو. اشمعنى؟ والله هو الاكل نديول دي فايبروتيك. الا لو في واحده مستخبيه ادينوما، ظهر ادينوما هايبر اكتف ادينوما فوسفور. بس مش ده موضوع دلوقتي، مش عايزين نلخبط. حلو قوي التعليم. فاهمين هذا ولا لا؟ تعرفين ممكن تقلب مريضنا؟ 3% ممكن تقلب مريضنا. تعرفين ان في نديول ممكن تبقى سيست. نديول حصل فيها سيستيك تشينج. قوم يا وحش. جنب الوحش اللي جوه. يلا يلا وريهم عضلات. قوم 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 يلا. قول ايه يعني ما واحده فيهم تقلب سيست؟ كلمني ايه يعني ما واحده تقلب سيست؟ قول لي ما تقلب. انا مات. طبعا كنت بتعمل كومبليكيشن. ده ايه؟ هيموريدج، رابشر، انفكشن، بريشر، كاتيكيشن. ايه اللي حصل لزميلك ده؟ تفتكروا نسي وهو قاعد؟ يا ترى عنده موهبه النسيان؟ لا هو حاسس ان في فخ. وانا هحطه في سيتويشن صعب قوي وفي حته هو مش عارفها لغايه ما كنت عارف كل حاجه. قولي لي على الكومبليكيشن بتاعت اي سيستم. قول لهم تاني عشان بنسى. تفتكر ده هيحصل فات عشر؟ لا ليه؟ مش بنت طالب كلوست قرار بيفهم ازاي؟ يعني هتعامل معاه برضه سهل. طب افرض يا ولا ان الديوز دي حصل لها كالسيفيكيشن، هيبقى الكونسيستنس بتاعها ايه؟ عرض شاطر. ده يخوفك؟ كليني كده يخوفك؟ ليه؟ هتفكر انها ايه؟ مالجننت. برافو عليكم. اذا الكالسيفايد نديول يخوفك انها مالجننت، فقول انها مش مالجننت ولا حاجه، بس الكالسيفيكيشن يلا. شاطر يلا تمام. طب عايزك تتخيل ان السيست دي حصل فيها هيموريدج.
فالجلاند كبرت مرة واحدة هتضغط على مين؟ التراكية بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ اه حاجة اسمها ايه؟ ديسني. هو انتوا عندكم مشكلة في سؤال ديسني؟ سؤال ديسني؟ حبيب قلبي حبيب قلبي انا ظالم فوق يا انا الولاية مرات الرجل اللي قدامكم في الشقة عندها بيض وبعدين ما عملتش عملية وهي بالكح راح حس النزيف في السيستم فاتخنقت قامت بالليل مخنوقة قعدت صحي جوزها هيقوم واحد يقوم من النوم عشان مراته تتخنق المهم انها قومته بالعافية فراح ندالك لان انت في كلية الطب فانت اللي قدامهم في الحق تعمل ايه؟ تعملها تراكيوسكوبي عارف السرير بتاع جوزها طب ما هو لو لقاك رحت مطلع مطوه نزلت له مراته قلت له هينبسط قوي وهيفيق وهيتحب وهيتجوز تاني صح؟ دي قصه تانيه دي مختلفه عن القصه العلميه لا يا بنت ابره يا رشفه بنت ابره رشفه الدم تعرف اول ما تشفط الدم هتلاقي ابتدائي ده الهي ربنا يخليك لينا يا دكتور يا شاطر يلا روح على المستشفى دلوقتي على طول تعملي عمليه دلوقتي حالا يلا يلا روح على المستشفى اعملي عمليه وتاخد الكشف انقذت حياتك ايه رايك؟ ايه لما هي تقول لك السيارات بتزرق وتكبر تزرق وبتحمر وتكبر في نزيف جوه نزيف هيبان يعني هيبان من الجلد مسترتش فبتبان انا ولاد في حاجه اسمها طالب ما اعرفش الكومبليكيشن بتاع السجن ده ولا ايه سهل قوي كازماتيك ديسفيجر من بريشر مانيفستيشن توكسيستي 30% من الحالات مالجنس 3% من الحالات انها تقلب سيستم الكومبليكيشن بتاعتها كلها بقى هيمورد والكالسيفيكيشن. سوري جاي واحنا بنحفظ نسب الكومبليكيشن ولا لا؟ يعني طبعا الاحسن انك تقولها له في الامتحان كده تقلب توكسيستي 30% وممكن تقلب مريضنا 3% ده معناه ايه؟ ان انت ذاكرت وراجعت كتير لكن ما حدش بيحفظها كده 30% 30% اول 30 انت بتبص عليها غير ما بتقراها بتبص عليها ثبتت ثبتت ما ثبتتش خش من غير الارقام بيقول لك كام في المية اقول ما اعرفش اقول انا قريتها ما بتثبتش خلاص اعمل ايه اقول له انا لوحدي كده اقول له ده امي تلاقي لها الوضع يعني في ناس كان رب تطبق اسرع الارقام خلاص دي رحمه ربنا مين هذا لا لكن المذاكره مش صعبه ولو لقيت المذاكرة صعبة يبقى أنت فيك حاجة غلط. المذاكرة مش صعبة، فاهمين؟ يلا لو حد عندها واحدة عندها سيمبل مالتي نودرال جويبا، هتجي لك العادة تشتكي من إيه؟ سماتيك ديسفيجرمنت، شاطر. ليه بتحطها أول حاجة؟ عشان الأجانب اللي تقديم الكتب. حتى الدكتورة شوفي الدكتورة دي متعلمة حاجة؟ أنا بعرف حاجة. سالتها المشكله هنا اكتر ولا في بلاد الفرنجيا؟ قالت في بلاد الفرنجيا هي كانت اكتر فهي فاهمه ان الناس في بلاد الفرنجيا اللي كاتبين الكتاب حاطين القزماتيك ديسفيجرمنت في اول كلمه والناس اولاد الدكاتره حافظين التكست فعايزين قزماتيك ديسفيجرمنت اول كلمه فاهمين؟ ممكن تيجي تشتكي من قزماتيك ديسفيجرمنت ممكن تشتكي من ايه؟ بريشر سيمبتومز وممكن تقلب ايه؟ توكسيك برافو عليك. طب العانه السيمبل جويتر عندها توكسيستي؟
سيمبل بوينت عندها توكسيستي عايز امارة سيمبل هو لو سيمبل بوينت عندها توكسيستي نعمل ايه نروح يعني انت بتقول له تيك توكسيك سيمبل بوينت ها 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 في حمار بينتحي ممكن نقول السيمبل بوينتر قلبت ايه قلبت لكن ما فيش سيمبل توكسيك ولا ايه كان انا دي البلس بتاعها يبقى 70 وما عندهاش اي توكسيك مانيفستيشن صح ولا طب لو كشفت عليها اديني كده الاقي عندها البوينتر ديفيوز ولا نودلر نودلر ليه عشان احنا في موضوع نودلر فالجلاند السيرفيس بتاعها بقى ايه نودلر ممكن لوب اكبر من التاني ممكن تضغط على التراكيه طب في لو عملت لها كده تعمل ايه في اللحظه دي برافو عليك ده تيست اسمه بوخر بوخر تيست بيتيست ان في التراكيوم ماليش فاهمين يا ولد؟ طب هو السويرنج ده موفز ويز ديبريتيشن؟ ويز بيرتروجن ذا تانك؟ لا برافو عليك دكتور من اي حد لو لسه عرفت تاني يعمل لك تعب ان انا ادعك السؤال لبعضه
تفضل كده والله. هو ايه؟ طب سيبكم السؤال ده. الفري تي 3 والفري تي 4 اصبط ولا التوتال؟ يعني ايه التوتال؟ التوتال ده بيبقى ديفاين بروتينز كل الجزئين الفري شغال اكتف الجزء الثاني اللي هو داون تو بروتين بروتينات نوعين. كنت عمال بقوله في جزء من السيروكسين يا دكتور باوند تو بروتين نوعها ايه؟ ايه بقى؟ هو دي ايه؟ عشان اعمل لك الكلام الانجليزي ما تتلم بقى. سؤال جاي تسعى على اولاد جوه اللجنه؟ لا هو بيحاول يعمل ايه؟ يجيب اخره عشان تتفردوا على سكيل. الواد ده زعلان؟ لا هو داخل مع زميلته دي. خايف من ايه؟ هو هياخد امرأة اكتر. فاهمين اللعبه عامله ازاي؟ في واد تاني تلاقيه حفريه جن تقول له ليه تي اس اتش هو الموست سنستيف؟ يقول لك لان اي زياده طفيفه في تي 3 او تي 4 او نقص في تي 3 وتي 4 بيأثر على تي اس اتش الاول. يعني تي اس اتش ده رينج مثلا من 3 مثلا ل 5 او بالنص ل 5. في ناس النورمال بتاعهم 3 وناس النورمال بتاعهم 4 وناس النورمال بتاعهم 5. فانا لو لقيت التي 3 والتي 4 هاي نورمال، يعني مثلا لو قلت التي 4 من 4 ل 8 لقيت التي 4 8، يا ترى دي مايل توكسيستي ولا هو هاي نورمال؟ بص على تي اس اتش. لو لقيت ال 8 وضه تي اس اتش يبقى ده مايل توكسيستي. لو لقيت ال 8 معاها تي اس اتش نورمال يبقى ده النورمال بتاعه. يعني الدكتوره دي التي 4 بتاعها 4 والواد ده التي 4 بتاعه 8. الدكتوره دي لو بقت 8 تبقى باين توكسيستي. لان الرينج النورمال بتاعها كام؟ 4. طب هي دلوقتي جايه لي 8، عرفت منين ان ال 8 ده بالنسبه لها مايل توكسيستي في اس اتش؟ فاهمين؟ فكان اول واحد كشفها مين؟ تي اس اتش. فتي اس اتش از ذا موست سينستيف في المايلد كيسز. التي اس اتش خلي بالك يا ولاد، انت مش شرط انك تجاوبه في اللجنه. اقعد يا حبيبي، شكرا. مش شرط تجاوبه في اللجنه. هو انت شرط يا ولاد ان انت تحقق احلام الاكزام؟ لا انا مش جاي احقق احلام، انا بحقق احلام انا. اما هو سالني تحب تعمل ايه؟ قلت له تي 3 تي 4 وتي اس اتش. قال لك تعرف يعني تي اس اتش؟ قلت له هرمون. مين الموست سينستيف فيهم؟ يعني كلهم حساسين قوي، مش حد زيه. افرض قلت له تي اس اتش، جود، برافو، هو الموست سينستيف. ليه؟ ايه ليه؟ هو في كلمه وسخه راح تظهر ان هو الموست سينستيف. طب انت خايف؟ لا، في غيرك ما قالهالوش ان هو الموست سينستيف، ما تخافش. هو ياخد من عبد الله ويتكل على الله، فاهمين؟ بس وما تخافش منه. احنا داخلين كلنا مع بعض، الدفعه كلها مع بعض. افرض انت قلت له ممكن في 3T3 و3T4، قال لك طب ليه ما نقيس التوتال؟ قلت له لا، التوتال ده بيبقى فيه جزء ان اكتف مخزون على بروتين. قال لك بروتين ايه؟ قول له بروتين من اللي في الدم، بروتينات. فاهماني؟ وايه يعني؟ ممكن تقول له البومين وجلوبين، كتر خيرك. وممكن ما تقولوش. عادي يعني، فاهمين؟ ما حدش طالب منك تجاوب كل حاجه في الدنيا. فاهمين؟ لكن ال السيروكسين ده ولاد في جزء على بروتين وجزء فري. مين اللي اكتف؟ الفري اللي على البروتين ده مخزون كل شويه يسحب منه. فاهمين؟ قوم يا اي وندر. قول لي التوتال بيبقى وحش في قياسه لان ممكن يتاثر بالبروتينات اللي في الدم. قول لي كده مرض بيقلل البروتينات في الدم. ليفر سيل فيلير او نيكروتيك سندروم. يعني انت بتفكر ازاي؟ مين اللي بيطلع ومين اللي بيوقع؟ فلو في ليفر سيل فيلير او نيكروتيك سندروم هيديني فولس امبريشن ان التي 3 والتي 4 واطيين. هو مش واطيين، هو البروتين اللي واطي. فاهمين يا ولد؟ كويس. قول لي سيتويشن البروتين بتبقى عاليه فيه. كتابوليزم عالي مثلا في ايه؟
يعني ايه رايك في البريجننت لي؟ مش الجلوتينات فيها تعرفين الستات الحوامل دول دمهم تقيل ليه؟ الستات الحوامل دول مليانين بروتينج فاكتورز وجلوتينات مش كده الست دي حتى لو عندها بليك لمس ما اقدرش اديها دايركت تبقى جلطه كبيره تبقى جلطه متفرعه مش انتوا عارفين ان الست الحامل ده مكيل؟ ما نديهاش دايركت بليك لمس صفحه كده اسمها بليك لمس ايه؟ صح؟ اه يعني اه. السؤال الجاي هو لازم يجاوب على الكامله؟ ايه لازم يجاوب على الكامله؟ مش لازم. السؤال الجاي طب هي جميل انك تجاوب؟ اه طب الحاجه صعبه؟ لا مش صعبه. ممكن تقع منك يعني ممكن تنساها. ففي مراجعه ثانيه تلقطها. لكن لو فضلت ما تعرفهاش هتفضل محافظ على مستواك. الاسهل ان اقول لك ان احنا بنقيس تي اس اتش از ذا موست سنسيف. وبنقيس التي 3 والتي 4 يا ريت يا ولادي يبقى ال 3 تي 3 وال 3 تي 4 وانت هتقول لي ايه؟ بس لكن البوشيشن جوه اللجنه لا مش هتعرف. واضحه؟ الفريق جاي عايز اعمل ايميج الترا ساوند. الترا ساوند ممكن اقول لك لوب كبير صح؟ قوم يلا بصوا دلوقتي الواد ده بيتحكي اشوف الريسبونس بتاعه. ممكن يا دكتور اعمل الترا ساوند هلاقي اللوب بتاع الثيرويد حجمه كبير. ايوه نعم مش هتعرف تساله تقول له ايه النورمال؟ يقول لي انا مش ملاجئ. انا ملاجئ الطالب قال لي حجمه كبير قلت له برافو. فهمت الاكزامينر عامل ازاي؟ انت بتقول له ممكن الثيرويد لون ده كبير يا دكتور يقول لك برافو هو حجمه نورمال كام؟ بتقول له لا الاناتومي يا دكتور مهزوز شويه ولا بعافيه هو 4 سم في 2.5 في 2 سم خانه. فهمتوا في الاناتومي بنحفظكم حجم اللوب ايه؟ في طالب جولات من ايام الاناتومي يفتكر الحاجات دي هي حاجات الاكتساب. فين الريليشن اللي هحفظ ملايين ابوها؟ فاهمني؟ لكن الحاجات الاولانيه دي بتساعد ايه مهمه قوي في الامبريشن بتاعك جميله انك تقول له اللوك كبير يقول لك هو حجمه قد ايه؟ 4 سم في 2.5 في 2 سم. اتظبط والله اتثبت. ممكن تبقى جلاند فعلا ديوتس. صح؟ لان دي ايه؟ انتيلوبيلا. ممكن يبقى فعلا ديور واحده وحيد تانيين صغيرين او نديولز كبيره كلها. تحب تاخد بايبسي؟ اه تحب تاخد بايبسي اشمعنى؟ اكسبلود مالجنسي لان 3% بيبقوا ايه؟ مالجنس مش كده؟ طب انت لما تيجي تعمل بايبسي في الثيرويد تعمل الترا ساوند وبايبسي ولا تعمل منظار وبايبسي؟ ايوه برافو ده مش هولو اورجان. لو هولو اخش بمنظار وبايوبسي انما لو صلب الترا ساوند وبايوبسي. فاكرين؟ شوفوا ولاد الموضوع سهل ازاي؟ سهل انا ممكن اناقش الناس واتفاهم معاهم كانسان يعني عادي. تمام؟ مش ده ابننا وعمال يجاوب؟ انون ديول اللي هتاخد منها البايوبسي؟ اكبر واحد. اشمعنى اكبر واحد؟ يا لو في سرطان هيبقى في اكبر واحد. شاطر يلا. او اسهل اكبر واحده او ايه؟ اه نص صار ايه؟ ليه اقوى واحد اصلا واحد هارد هاردنس دي كونسيستنت. ايه اللي بيجهز دوبلكس؟ انتوا عارفين ازاي؟ عارفين ان البناين داخلها من بيلك الواحد لكن المالجنان داخله دم كتير وتربلنس يعني الموست فاسكولار اللي البوردر بتاعتها الريجلر يعني بوردر الريجلر فاسكولاريتي عاليه الاكبر واحده كل دي سجستيف ان انا انقي نديول اخد منها بايوبسي او مور ذان 1 اللي انا خايف منه اللي خايف منه اخد فاين نيدل. السؤال الجاي باب البريست هي فرق معاك انت وانا بتكلم؟ فهمت يا ولاد؟ فهمت احنا بنعدلكم ليه؟ بعد شويه بتلين بعد شويه بتبدا تبين وتتعلم تتكلم مع الناس مش حاجه غريبه
ممكن تبقى شاطر جدا، ممكن تبقى شاطر ما فيش مشكله، فاهمين؟ بس الرغبه يا اولاد في الحاجه، في طالب هو مش عايز يبقى كويس، مش عايز خلاص، ربنا هيوفقك شاطر يا حبيبي، شاطر نايس اي دو قفله ده في الدكتور. احلى حاجه انا ايه وانا اكبر واحده سرعه الاستجابه، قالوا له دي اللي هتاخد منها بيوبسي اكبر واحده، مش معنى هي الموست اكتف يعني قصده اللي بتنقسم كتير، انا كمان بفهم يعني فطره لا باس بها، فاهمين؟ مصحوبه بشويه تعليم عن الدوبلكس والتربلنس في البلاد فلو والريجولاريتي هذا شاطر، تمام؟ بصراحه انا شايف الموضوع عادي، نعمل ايزوتوب سكاننج الاجابه لا، اصل الديونز هتطلع كولد انا عارف، مش هلاقي في حاجه غريبه. الاورلي انديكيشن للايزوتوب سكاننج دلوقتي توكسيكولوجي. الاورلي انديكيشن للايزوتوب سكاننج دلوقتي توكسيكولوجي. يعني حطمش كلمة واحدة وكده خلاص الانفستيشن، كده ولا حاجة صعبة؟ ممكن لو أنت هتعمل عملية تعمل اندايركت لارينج سكوب تتأكد إن الفوكال كورس كويسين قبل ما تشتغل، لأن في 4% من الناس اللي ماشيين في الشارع عندهم واحد من الفوكال كورس ما بيتحركش. في الواد ده اسمك إيه؟ محمد. طب سنة كام محمد؟ سنة ستة. شايفين بيتكلم ازاي؟ الواد ده عنده فوكال كورد ما بيتحركش ولا باين عليه، يقول لي الاثنين ما بيتحركوش، لو الاثنين ما بيتحركوش يبقى بيبيح زي البطل زي ما فيش حركة. طب لو واحد حصل له هورسنس اوف فويس بس بعد شوية يكون بطسين يعني الكورد يعدي لأخوه، تقول الواد ده كان أي نتيجة، فقال لي ايوه يا اسمع عليك الكلب بيعدي دي كان معدي في الانف واذن، تمام؟ فالواد ده مره جاله حصبه فطيرت له ريكرنت لارينج وصوته اتبعها ايامها، بس بقى كومبنسيتد ومعانا في الكليه، اما انا ما اخشش اعمل له عمليه لما اتاكد ان البوكر كورد بتاعته الاثنين كويسين، عشان لما يطلع من العمليات الاثنين كويسين انا مسلمهم لك، انما واحد بايظ وتقول لي انا اللي عورته، لا لا ده ميديكوليجال، ميديكوليجال، فانا ممكن اعمل اندايركت لارينج سكوب ميديكوليجال امبورتانس قبل العمليه، ملوش دعوه بالسمبل بويكر، دي دعوه ان انا هعمل له ايه؟ عمليه، لان 4% من الناس اللي ماشيين في الشارع عندهم واحد من الفوكال كورس ما بيتحركش. قولوا ورايا 4% 4% 4% 4% من الناس اللي ماشيين في الشارع في فوكال كورد ما بيتحركش بس كومبكسيتي، كومبكسيتي مش باين عليه، فاعمل له دايركت لارينج سكوب. اوكي ناخد بريك، البريك فلات ربع ساعه حاجه بسكر مش محشي وخش حاجه بسكر بس كده، نفسين حلوين وتيجي بس.